مساء الخير. قتل قاتل قتيلا، قتل فاعل، قاتل فاعل، والمفعول مقتول. التعريف الفلسفي للإنسان إنه حيوان عاقل، وإذا أسقطنا صفة العاقل دي عن الإنسان يتبقى لنا فقط إنه حيوان. والحيوان بيمارس رغباته وشهواته بدون تفكير، لا مانع ديني بقى ولا اجتماعي، بدون عقل. هتتحول لحيوان خارج عن السيطرة، خطر على نفسك وعلى اللي حواليك. طيب سؤال، مين قتل بني أدمين أكتر؟ الحيوانات ولا البني أدمين نفسهم؟ الإحصائيات بتقول إن الإنسان أخطر من أشرس الحيوانات في قتل البشر. سم عقارب إيه وأنياب أسود مين؟ ولا قرون التيران الهايجة ممكن تعمل كم الضحايا اللي احنا عملناها في البشرية. دول كائنات لطيفة وديعة جنبنا. الإنسان أعظم وأشرس قاتل.